احنا ما عندنا توقع، ما عندناش توقعات باش نتعدوا للدور الثاني، اكيد جدا 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 ان شاء الله. احنا اقوى اكيب في العرب، وعملنا ماتشويت اميكال من احسن ماتشويت، عدلنا مع بلجيكا، عدلنا مع بورتغال، خسرنا مع اسبانيا 1-0، اللي ربحت الارجنتين 6-0. احنا مش نعملوا حاجه كبيره في في المونديال هذا. والله باذن الله اتوقعها 2-1 للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي قدم في اللقاء الودي ضد المانيا مستوى ممتاز وكويس، وان شاء الله يحققون الانتصار. نتمنى ان شاء الله اول ماتش يعني قدام اوروغواي ربنا يوفقنا، ومحمد صلاح يلعب في الماتش فيدينا دفعه هجوميه، ونقدر نعمل ماتش طيب قدام الاوروغواي، نتعادل او ممكن نكسب 3 بونت كده نخطفهم ان شاء الله، صلاح او تريزيجيه. ما غاتكونش سهله، كيف كتعرف بان حتى المغرب عنده خصم قوي هو اللي هو المكسيك وميريكان وكندا. ديكو المغرب عمل طموحات كبيره، درنا دي بون ستاد، عندنا جمهور، عندنا ان بون بلون. ديكو نتمناو ان شاء الله ناخذوا حنا الترشيح ويكون داكشي مزيان باش تدوز مزيان، كلشي مزيان ان شاء الله وتزيد بلادنا لقدام.